الطاقة العمياء المزدوجة. حسناً، سليم، أخبرني عن صفوان. تذكرت الآن ما قلته لنا أيها المدرب، لكن والدي لم يخبرني شيئاً أبداً عن فريق نمور الشرق. توقعت، ربما الأمر حساس بالنسبة إلى سالم. لقد كان فريق نمور الشرق الأقوى في الماضي. نمور الشرق، نمور الشرق، نمور الشرق، نمور الشرق، نمور الشرق. كان لدى فريق نمور الشرق شجاعة سالم وثقته، كما لديه أيضاً حكمة وذكاء صفوان. قام هذان الاثنان بالعمل على تطوير مهارة جديدة. ماذا؟ مهارة جديدة؟ أجل، إنها أقوى مهارة للطاقة العمياء. لم نسمع بهذا. وما تلك المهارة؟ إنها موجودة على الورق فقط، ما من أحد يستطيع تنفيذها اليوم. لا داعي لأن تقلقوا منها يا أبنائي. لا تخبرنا نصف الكلام وتخفي التتمة. هيا أيها المدرب، أرجوك أخبرنا عن هذه المهارة. ليس هناك جدوى من التفكير بهذا الأمر، ركزوا على الخصم التالي وكيف ستتمرنون. حاضر. شبكة العنكبوت، نابو العنكبوت. النابو المدمر، سيل الأجنحة. لن أسمح بذلك. العنكبوت السام، لسعة العنكبوت. احذر، ادفع. يا درع العضاءة، الضربة القاضية. مؤسف، أفلت، مع أنه كاد يقع في الشبكة. شكراً يا ملهم. جيد، إلى التمرين التالي. صفوان. متى وصلت؟ ليتك اتصلت بي. لم أرغب في إحداث ضجة بقدومي. على كل حال، مبارك لكم ربع النهائيات. هذا كله بفضل جهودك يا معلم صفوان. وبجهدكم. هل ستواجهون فريق حلم الغد؟ صحيح، سنواجهه بعد يومين. حسناً، فريق حلم الغد. قد يكون لاعبو حلم الغد أقوى لاعبي العالم، لكن أتذكرون ما قلته لكم؟ أجل، قد لا نهزمهم إن لعبنا منفردين، لكننا نهزمهم مجتمعين. أجل، إن هذا أسلوب فريق البيرق. نعم، ولكن لا أرى لؤي بينكم. هل يستطيع تطبيق جزء من تلك المهارة؟ أجل، يستطيع التحكم جيداً في تلك المهارة الآن يا صديقي. فهمت. عندما أرى هذه الضربة أصاب بالقشعريرة. ممتازة.
أبي، أخبرني، هل سيحدث حقاً ما قلته لي من قبل؟ أجل، تستطيع فعل ذلك. ولكن لؤي، عليك أن تثق بمهارتك. اسمعني، أنا واثق بأنك أحد متقني هذه المهارة المميزة. حسناً يا أبي، سأحاول ثانية. يا قرن الوحش، استطعت أن أفي بوعدي لأبي أخيراً لنبذل جهدنا. أبي، لما تأخر سليم ورؤى؟ أيعقل أنهما لا يزالان يتناولان الفطور؟ ها هما قادمان. ما الذي أخركما هكذا؟ لن نستطيع حجز مقاعد جيدة. كل هذا بسببك أنت يا سليم، كنت تضيع الوقت. آسف. وصل حلوات. أهلاً أهلاً يا أبطال، أنا أحبكم كثيراً. فريق حلم الغد؟ ما الذي تفعله؟ لماذا تقف كالمسمار؟ هيا أسرع. أنا قادم. باور توب بليت، واحد، اثنان، انطلاق. ألعاب تحد جديدة قادمة، مقابض هجوم قوية تعطي دورانا مثيرا. التقط التوب بليت مستخدما لوحة الهجوم، وضعها في ساحة المعركة لتزيد متعة النزال. باور توب بليت. هناك جمهور كبير. صحيح، هناك معجبون كثر بحلم الغد. ماذا تفعلون هنا؟ ما الذي تقصده؟ أتينا كي نتابع هذه المباراة. لماذا تكبدتم عناء القدوم؟ تستطيعون متابعتها على التلفاز. وهل هناك مانع من القدوم إلى هنا؟ ستكون المباراة بين حلم الغد والبيرق. سيكون الفائز في هذه المباراة خصمكم أنتم. يجب أن تكونوا حذرين. أنتم مضحكون. ماذا؟ ما الذي تقوله يا سيد رواد؟ لحظة واحدة، ما رأيكم أن نتابعها معا؟ لكنه أغضبني. إذن لنتابعها على التلفاز في غرفتك. ما الذي تقوله؟ هذا غريب، أين مهند وحسان؟ سيتابعها مهند على التلفاز، وقد تركنا حسان يتدرب. لماذا تعطينهم كل هذه التفصيلات يا روعة؟ ربما صاروا خصومنا في يوم من الأيام. لا تقلق، لن يحدث هذا إن تم استبعادكم من اللعب. لقد طفح الكيل. ماذا تريد؟ أتريد المواجهة؟ أعزائي الكرام، نحن في مباريات ربع النهائيات. ستبدأ المباراة الثالثة الآن. سيلعب الفريق المصنف الأول على مستوى العالم، فريق حلم الغد. نحن معكم يا حلم الغد. الفريق الجديد أشبال البطولة، فريق البيرق. حسناً، ليستعد الجميع، الجولة الأولى. واحد، اثنان، انطلاق. الآن أيها الناب المدمر، الضربة الثاقبة. أول هجوم، أنت جريئة حقاً. القطب المتجمد، حائط الجليد. يا قطب، الهجوم الثاني، العاصفة الثلجية الكبيرة. ماذا؟ سأريكي درع العضاء، الضربة القاضية. أنقذتني في الوقت المناسب. لا عليك، نجوت من الخسارة، لكن لن تنجي هذه المرة. العملاق المريب، اللقمة العملاقة. درع العضاء ذيل النار. سأحاول
سأساعدك. أيها الناب المدمر، قرن الأعصار. قوته كبيرة. أطاح ببلبلنا. ذهبت محاولتكما أدراج الرياح. هذا مؤسف. يتابع مهيب وهدي الهجومهما، ينفذان ضربات موجعة تكاد تقضي على الخصم. هذا كل ما تستطيعان القيام به؟ إذن كيف ستهزمان فريق حلم الغد أيها الغران؟ الطاقة العمياء؟ القطب المتجمد، الطاقة، الجبل الجليدي الأخير. قد لا تهزمونهم إن لعبتم منفردين، لكنكم تهزمونهم مجتمعين. درع العضاء، الطاقة، ذيل النار. الناب المدمر، الطاقة، قرن الأعصار. هيا أيها القطب، اقضي عليهما. هذه المفاجأة الكبرى، أحرز فريق البيرق الجديد 3 نقاط ضد فريق حلم الغد. هذا لا يصدق. أكذب عيني؟ مراد، هل رأيت ذلك؟ اندمجت المهارتان فصارتا واحدة. كيف حدث هذا؟ كأن المهارتين تبدوان مهارة واحدة. سأريكما أيها المخادعان. العملاق المريد، الطاقة، اللقمة العملاقة. درع العضاء، الدفاع. الناب المدمر، الدفاع. إن هذه قوة لا تصدق. يدفع العملاق المريب البلبلين إلى الشبكة بدلاً من أن يصدا هجوما. ادفعهما أيها العملاق المريب. درع العضاء، انعطف. بدأ بالهروب. درع العضاء، اخفز. احذر، هذا فخ يا مهيب. درع العضاء، قوة الثوران البركاني. هذا مستحيل. تنتهي الجولة الأولى وفريق البيرق متقدم في النتيجة. انتهت الجولة بخسارة فريق حلم الغد النقاط. هذا ما لم يحدث من قبل. خسر فريق حلم الغد. لا نزال في الجولة الأولى يا بسام. ومتى تقدم أي فريق على فريق حلم الغد في نتيجة أي جولة؟ لعلهما كانا متوترين. هذا ليس السبب. هذه نتيجة تدريب متواصل وتحليل دقيق. علينا ألا نستخف بفريق البيرق أبداً. المباراة الثانية مهمة، ربما يستطيعون تدارك التهاون الذي وقعوا فيه في الجولة الأولى. لن يتهاون من الآن فصاعداً. مازن ويامين، أنا أعتمد عليكما. ستبدأ الجولة الثانية بين فريق حلم الغد والبيرق. أيها البرق الصاعق وميض الطائرة النفاثة، يشن السهم الهجوم الأول. أيها الظل المتشعب، هيا اقفز. يستعد رامز لضربة قوة. سأريك المهارة الحقيقية، الظل المتشعب، قوة الكسوف الشمسي. لن أقف مكتوف اليدين. شبكة العنكبوت، خطوة الوميض. البرق الصاعق وميض الطائرة النفاثة. يشعل حلم الغد المنافسة بضرباته القوية ويهيمن على الساحة. في المرة القادمة لن تسلم الجرة. لم يعد هناك جرة لتكسر. أيها البرق الصاعد وميض الطائرة النفاثة.
أنا سأهاجم لسعة العنكبوت. انتقام الإعصار. رامز دورك. أيها الظل المتشعب هيا اقفز. الظل المتشعب قوة الكسوف الشمسي. أنا قادم. البرق الصاعق. إعصار الوميض. شبكة العنكبوت. الطاقة. خطوة الوميض. ما هذا؟ شبكة العنكبوت. الطاقة. نهاب النار. العنكبوت السام. الطاقة. النهاب السام. لا. الظل المتشعب. الدرع المظلم. فريق البيرق النقاط أولاً ليكون في الطليعة بنتيجة 5-9. هذه مهزلة. البرق الصاعد. الطاقة. إعصار الوميض. شبكة العنكبوت. العنكبوت السام. خطوة الوميض. ستبوء محاولتكما بالإخفاق. دمرهما أيها البرق. البلبل. هذا هجوم حلم الغد الأسطوري. بهذا يتقدم والنتيجة 9-8. صارت المواجهة الآن لاعبا للاعب. أتظن أنك تستطيع هزيمة حلم الغد؟ ما من أحد يهزمنا في اللعب الفردي. سأقضي عليك. البرق الصاعق. الطاقة. إعصار الوميض. سأقاتل حتى الرمق الأخير. الطاقة. النهاب السام. هجوم. النتيجة هي التعادل. واجه فريق البيرق الجديد فريق حلم الغد بحركات مذهلة في الجولتين الماضيتين. حان دور الجولة الثالثة. المنافس لهم بدر. هل سيكون هناك كلام آخر؟ اهزمهم يا بدر. اهزمهم يا بدر. اهزمهم يا بدر. رحبوا معي بلؤي من فريق البيرق الذي سيواجه بدر. لؤي، تستطيع هزيمة أي خصم بالاعتماد على مهارتك الجديدة. ها؟ تعادل؟ ستبدأ الجولة الثالثة الآن. هل يستطيع لؤي من فريق البيرق هزيمة بدر الذي لا يقهر؟ حسناً، لتبدأ الجولة الأولى الآن. هل اللاعبان مستعدان؟ انطلاق. واحد. اثنان. انطلاق. الشعلة الوقادة. الشحنة الكهربائية. إذن هكذا. قرن الوحش. سحق الجيجا. لم تصل إلى هنا مصادفة. لقد بذلت جهدا جبارا لذلك. كي تستطيع هزيمتنا كنت تتمرن بجد وتدرس حركاتنا، لكن رحلتك ستنتهي. ليس هناك مهارة على وجه هذه الأرض تستطيع التغلب علي. الشعلة الوقادة. الضربة الحالمة. قرن الوحش إلى الدفاع. هذا رائع. هذا بدر. لم يدع هجومه الخانق مجالا للؤي كي يتنفس. الشعلة الوقادة. اقفز. الشعلة الوقادة. قوة الميجا القصوى. سينتهي أمري إن هاجمني. حسنا. قرن الوحش. الطاقة. الضربة المرتدة. هجوم. صار لؤي في خطر. اسحقه أيها القائد. دمره تماما. لا تستسلم. قاوم. قرن الوحش. الضربة المرتدة. هذا مذهل. سخر لؤي قوة هجوم بدر محولا إياها إلى ضربة هجوم. أيها الغر، كيف تجرؤ؟ هذا اللاعب مذهل. إنه في نفس مستوى اللاعب بدر. لا يزال الوقت مبكراً على تلك الصدمة. تعادل؟ الآن يا قرن الوحش الموجة.
أشن لؤي هجوما جديدا ضد بدر الذي لم يعرف الهزيمة من قبل. سأسحق هذا الأهوج. الشعلة الوقادة، درع الحص. أعزائي، ها هو ذا أخيرا درع الحصن الخاص ببدر. كن حذرا. قرن الوحش، المكابح. اهزمهم يا بدر. رأينا قبل قليل درع الحصن الخاص ببدر الذي يمطل أي هجوم مهما كان قويا. قرن الوحش اقفز. قرن الوحش، قوة سحق الجيجا. لا يستسلم لؤي ويحاول شن هجوم قوة. هل يفترض أن أخاف منك الآن أيها الغير؟ درع الحصن إنه بلبل خطير جدا. لا يستطيع أحد خرقه. لؤي، هل تظن أنك ستنجح في خرق درعي باستعمال الطاقة العمياء هذا؟ الآن يا لؤي، هيا أري العالم ما في جعبتك. قرن الوحش، الطاقة المزدوجة، قطة أوميجا. الطاقة العمياء المزدوجة؟ ها؟ ما هذا؟ هيا قرن الوحش. لا، هذا مستحيل. تلك المهارة مستحيل. كانت هذه مهارة جديدة استعمل فيها طاقة العمياء، لكنها طاقة عمياء مزدوجة. قدم لؤي من فريق البيرق مهارة جديدة هزم بها درع الحصن الخاص ببدر، وتأهل البيرق إلى نصف النهائيات. لؤي، الطاقة العمياء المزدوجة. لا أصدق، صار أقوى من ذي قبل. كيف فعل لؤي ذلك؟ ليس لدينا وقت للدهشة بما فعله. علينا أن نتدرب استعدادا للمباراة القادمة. فريق الجلمود، لا أستطيع أن أحلل مهاراتهم. لا تقلق، سنربكهم بقوتنا. لا تسمح لخدعهم بأن تنطلي عليك. يا إلهي، لا أستطيع تحليل مهاراتهم. هناك أكثر مما يبدو للعيان. ليس هناك مهارة لا نستطيع التغلب عليها. الحلقة القادمة، نصف النهائيات الخانق. باور توب بليت. واحد، اثنان، انطلاق. ألعاب تحد جديدة قادمة، مقابض هجوم قوية تعطي دورانا مثيرا. التقط التوب بليت مستخدما لوحة الهجوم، وضعها في ساحة المعركة لتزيد متعة النزال. باور توب بليت. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.